تفضل عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا جالس هنا في السيارة مع أخي وصديقي وشيخي الجليل الدكتور حسام الدين سعادة مصطفى، طرقت على في فكري وبالي عندما كنت طالبا في الصف الثالث المتوسط وأنا في العراق، كان هناك مادة تدرس لنا هي مادة الأشياء والصحة، فيها عموميات وفيها مواضيع متعددة لكي يستفاد منها الطالب في هذه المرحلة. فأتذكر جيدا كيف يتم تصفية المياه لكي يصل إلى المواطن إلى البيت الماء العذب الزلال الصافي النقي، فيمر بعدة مراحل أتذكرها جيدا. عندما يوضع الماء في أحواض كثيرة، تبدأ بالحصو الحصاء الخشن، ثم الحصاء الأقل منه نعومة، ثم الأقل، ثم الرمل، ثم أن يصل إلى مرحلة الترسيب، ثم الترشيح، ثم النقاء. كلمة النقاء هذه من يوصل بأن الماء يكون نظيفا جدا وعذبا وزلالا خالي من أي شوائب، يدر حاليا ربط في هذا الموضوع في خلدي بأن الإنسان لابد أن يكون في الصورة الأخيرة أثناء مكوثه في الحياة وأثناء أعماله في كل المستويات التي يعيش بها في الحياة، يجب أن يتمتع بالنقاء التام، لأنها المرحلة الصحيحة التي يستفاد منها هو والآخرون ويكون شخصا مؤثرا في المجتمع. هذه الكلمات اللي احنا الحقيقة تربينا عليها، وأتمنى أنا من الناس أن أكون في هذه المرحلة مع جميع الناس، ومن الله التوفيق. آمين يا رب. الله يجزيك الخير عمي الحبيب، هات إيدك لمبوسة. لا عفو حبيبي، سلام عليكم. الله يخليك.